الحسين ابن نادي من هذا كانت واجده في مشروع سيتي ميني ماركت بالنسبة لي اسمه الأرخيولوجي اللي عدلو وفي سلوان هذه مبادرة يعني جديدة بالنسبة لي هنايا وكنتمناو لهم التوفيق إن شاء الله عز وجل. كاين بعض الروتوشات اللي خصها تدار بالنسبة للتكليات اللي بدينا كنشوفوهم ولكن مازال باقي الأماكن في الرباط. مشروع كنتمنوه وكنتمناو أن الإخوة اللي قاموا بهذا المشروع يفكروا أنهم يكبروه مزيان أننا نشوفوا الوسائل والمواد الغذائية منظمة في الحيوانات ديالنا ومفوترة بالأثمنة باش حتى الزبون اللي غيجي يمكن له يتقضى يهز الحويجات ديالو ويجي بكل راحة أنه يطمئن لهذا مثل هذه المشاريع هذه. نتمنى أن تكرر أماكن أخرى في النواحي ديال المنطقة ديال العمران والضواحي وعلى أيين لا يسعنا إلا أننا نشد بحرارة على كل مبادرة سواء في هذا المشروع ديال التجارة في المواد الغذائية أو في مشاريع أخرى اللي خصنا نشوفوها في المجال الثقافي والاجتماعي إن شاء الله عز وجل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم تقريبا في سوات تم احجاز ميني ماركي تطلق على ميني ماركي يعبدوا اي جهه هذا المشروع كيتمناو الساكنين هذه المنطقة السوات هذه المدة هذا المشروع كنفتخروا به حنا ولاد المنطقة وكنفتخروا به بزاف وعجبنا وكنجيو كنتحدوا هنا حسن عندنا مارشيات كبار بعادين علينا عندنا ديال السلوات وعادين حتى كنا نوركرو طاكسي ستة دراهم سبعة دراهم البعد والميني ماركت زعما فرحنا وفرحة الساكنة واليوم أول نهار تفتح اللي جانا كاع يبدو الحال ويبدو فرحانين بزاف هذا الميني ماركي صح صالح ديال الساكنة وديال الجوال نتمنى لهم التوفيق صحاب المشروع كنتمنى التوفيق ان شاء الله يكون الله خير وكنتمنى التوفيق الله يحفظك. انا سيدي انا غدا في سروان فاسمي المتجر يشنا ونتمنى التوفيق ونتمنى في حوالنا سروان ان شاء الله دايرين تمو. السلام عليكم.